الفقرة الخاصة بالتغذية الطبيعية في رمضان. عايزين كالسيوم في رمضان، وعايزين كالسيوم رخيص كمان في رمضان. ندور على الكالسيوم في رمضان. الناس احيانا دول اللبن غالي، الزبادي غالي، منتجات الالبان او الجبنه والحاجات دي ممكن تكون غاليه. احنا محتاجين كالسيوم ليه الاول؟ انا محتاج كالسيوم عشان بناء العظام والاسنان وتنظيم ضربات القلب وانقباض وانبساط عضلات الجسم. ضروري لتنظيم عمليه التخثر، يعني اعملي قشره عند الجرح ووقف النزف. يساعد في امتصاص الحديد وامتصاص فيتامين ب 12 الهام جدا للاعصاب. ينشط انزيم الليبيز، والانزيم ده هام جدا لتحليل الدهون في الامعاء. احنا بنعاني من نقص الكالسيوم بشكل عام عشان سوء التغذيه بتاعنا، عشان بناكل اغذيه ما فيهاش الكالسيوم، او بناخد ادويه تعارض الكالسيوم في شغله. نقص الكالسيوم هيعمل ايه؟ هيعمل تشنج عضلات، هيعمل تشنج بشكل عام، هشاشه عظام في الكبار، لين العظام، الكساح في الاطفال، سقوط الاسنان، ضعف القوه العضليه والتعب والاكتئاب. الاحتياجات اليوميه للكالسيوم الاطفال عايزين من 800 ملي جرام لحوالي 1200 في المراهقين، البالغين عايزين حوالي 1000 ملي جرام، المرضعات 1200. مصادر الكالسيوم الحيوانيه اللبن ومنتجاته من افضل المصادر الحيوانيه طبعا، سمك السردين، سمك السلمون، البيض واللحوم. المفاجأة بقى، احنا هنقول دلوقتي معادلة غريبة جدا، ان اللبن 1.5 ملي جرام كالسيوم في كل جرام منه فقط، بينما العسل الاسود بيبقى فيه 9 ملي جرام كالسيوم، الكمون فيه 9 ملي جرام كالسيوم، السمسم هيبقى فيه 7 ملي جرام كالسيوم، الشبت هيديني 7 ملي جرام كالسيوم، الشمر هيديني 5 ملي جرام، البهارات 3 ملي جرام، والبقدونس 2 ملي جرام. يبقى احنا كده هنلاقي لو بصينا للبقدونس، لو احنا خدنا جرام واحد بقدونس وجرام واحد من اللبن، هنلاقي البقدونس 2 واللبن 1.5، البهارات اكتر 150 مره من اللبن، الشمر حوالي 250 مره، السمسم حوالي 350 مره، والشبت 350 مره، العسل الاسود حوالي 600 ضعف اللي موجود في اللبن، والكمون 600 ضعف. يبقى احنا كده ما كناش عارفين خالص مصادر الكالسيوم اللي موجوده في المجتمع. يبقى دي مصادر رخيصه للكالسيوم ممكن نجيبها في رمضان. الكمون هنحطه على الطماطم، هنحطه على السلطه، هنحطه على المكرونه، هنحطه على الرز، تحطه على السمك، ناكله ني مطحون. ده برضو هيبقى صوره طبيعيه للحصول على الكالسيوم، اضافه ان هو هيديني املاح معدنيه، وهيديني اعشاب، وهيديني مواد ترفع المناعه والياف غذائيه. نفس الشيء العسل الاسود، العسل الاسود فوائده كثيره جدا، ان هو هيديني حديد، ان هو هيرفع المناعه، ان هو هيديني طاقه سريعه، ان هو كمان هيديني كالسيوم. برضو اللي انا هاخد برضو الشمر اللي قلنا عليه، والشمر ده برضو مصدر جيد للبروتين والالياف الغذائيه ومواد تساعد على الهضم وامتصاص الاغذيه بشكل عام وتطرد الغازات. ان احنا كمان ممكن نلجا للبهارات بقى بتشكيلتها بشكل عام كوسيله لفتح الشهيه والتخلص من الغازات والاسراع على الهضم، وبعد كده كمان ان انا احصل على الكالسيوم بصوره غير مباشره. ان انا برضو ما انساش السمسم، السمسم برضو صحيح بيسمن شويه، بس برضو السمسم عنده النحفاء برضو مهم، ان هو هيديني كالسيوم هيبقى يفيدني. مهم كمان ان انا ما انساش البقدونس، البقدونس بس مش هيديني الكالسيوم، هيديني الكالسيوم وهيديني الحديد وهيديني فيتامين الف وهيديني فيتامين سي. يبقى انا بالتوليفه دي اخذت كالسيوم واخذت اغذيه طبيعيه واخذت ادويه بدون اي مشاكل في التحضير وبدون اي اثار جانبيه، وحتى لو كترت منها مفيش مشاكل ان شاء الله. مهم كمان نقول ان احيانا مع بعض الصائمين مع ارتفاع درجه الحراره يعانوا من التشنجات العضليه. التشنجات العضليه بتبقى عايزه بعض الاغذيه الخاصه بالكالسيوم، واحنا قلناها هو كمان، وبعض الاغذيه الخاصه بالبوتاسيوم زي الموز. يبقى وعصير القصب برضو هيديني كالسيوم وهيديني بوتاسيوم. لو خدنا الحاجات دي كلها مع الجوافه او الكمثرى الموجوده في الاسواق، هنلاحظ برضو التشنجات العضليه ممكن تقل. سقوط الاسنان، سقوط الاسنان اصبح دلوقتي مميز لبعض الاطفال، وتسوس منتشر في بعض الدول الاوروبيه. التسوس ممكن يوصل 80% من الاطفال المدارس. ارتفاع نسبه التسوس مع في نفس الوقت ارتفاع الوزن والسمنه معناه ان في
حاجه غلط في تغذيه الاطفال دول سواء في الكانتين او في المدرسه، يبقى نخلي بالنا ان الكالسيوم قل في حياتنا، نخلي بالنا ان الكالسيوم ممكن لو رجعناه تاني هنفرمل هشاشه العظام، هنفرمل الاكتئاب، هنفرمل ضعف القوه العضليه، هنفرمل التشنجات والشد العضلي اللي ممكن يحصل مع البعض، هنساعد في امتصاص الحديد، هنساعد في امتصاص بي 12، وهنساعد ايضا في تحلل الدهون، وهنبني العظام بصوره افضل والاسنان والعضلات، وهنكمان ننظم ضربات القلب بصوره افضل. نتمنى ان شاء الله ان احنا ما ننساش الصور الرخيصه للكالسيوم في رمضان باذن الله، ونشوفكم غدا في حلقه جديده باذن الله.